السلام عليكم اخواني الافاضل، اليوم معكم انا ان شاء الله حنتكلم عن اسباب فشل المشاريع الصغيره، واليوم حنتكلم عن السبب الثاني. ذكرنا في الحلقه الماضيه السبب الاول انه عدم وجود دراسه جدوى متقنه او مفصله لمشروعك الصغير. اليوم السبب الثاني اخواني الافاضل حنتكلم عنه، انه ايضا كثير من الناس يحاكي التقليد، تقليد المشاريع الناجحه. وللاسف يعني هؤلاء الناس اخواني الافاضل يعني بالفعل لن ينجحوا. ليش؟ لانهم بيحاولوا يقلدوا المشاريع الناجحه، وللأسف يعني هذا يؤدي إلى فشل مشاريعهم الخاصة. ليش؟ لأنه إخواني الأفاضل خلينا نتكلم عن أنه كل مشروع له براند، كل مشروع له ميزة معينة، كل مشروع له يعني صفات خصائص يتميز بها. عشان هيك ما تقلد المشاريع، ما بينفع أنه أنت تقلد مشروع أحد يعني أو مثلا شركة معينة. أنت أخي الفاضل اجعل لك صبغة خاصة بك، ميزة خاصة بك، ميزة تنافسية، اجعل لك يعني خصائص تنافسية تميز المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. ما بينفع أنه أنت تقلد منتج آخر أو خدمة أخرى أو شركة أخرى إخواني الفاضل، لأنه هذا يعني أول شيء يؤدي إلى أنه الزبائن أو الكاستمرز اللي بيفكروا يشتروا منك أخي الفاضل يعني ينظروا إليك نظرة يعني قاصرة، أنه أنت إنسان مقلد وليس لك يعني طابع خاص أو ميزة أو كاركتر يميزك أو يميز منتجك أو خدمتك. تمام أخوة الفضل؟ عشان هيك ما تحاول تقلد دائما المشاريع الناجحة. اجعل لنفسك قيمة added value أو قيمة مبتكرة لنفسك، لمشروعك، للبراند الخاص بك. اجعل صبغة تميزك أنت، خاصة أخي الفاضل أنه لما تجد صبغة تميزك أو يعني قيمة مبتكرة أنت بتقدم تميز نفسك فيها، هذا يعني بيجعل هناك respected أنه أنت شخصية محترمة أو منتج محترم أو خدمة محترمة، لأنه أنت يعني تتميز بهذا المنتج بخصائص معينة ما بتميز بها يعني أحد غيرك أو شركة أو مشروع آخر. هذا بيقوي من البراند والميزة التنافسية الخاصة بك. عشان هيك ما تقلد، وما تكون يعني للأسف في ناس بقلد تقليد أعمى كمان إخوان الأفضل، يعني ما بيحاول يقلد يعني في أشياء معينة، لا بحاول يقلد تقليد أعمى الشركات أو المشاريع الناجحة. عشان هيك بنقول لك يعني لا تسرع إلى الفشل بتقليد المشاريع الناجحة، وحاول أنه أنت تجد لك صبغة مميزة من يعني المشروع أو المنتج الخاص بك عشان تنجح يعني وتنال رضا واحترام الجميع. طبعا بذكركم خالد الفاضل ما تنسى الاشتراك في قناتي، وما تنسى الاعجاب بهذا الفيديو، وما تنسى يعني دائما بالتفاعل معنا على الحسابات الخاصه بنا بالسوشيال ميديا. وطبعا بحثكم على انكم تتابعوني ايضا في حسابي 10 minutes والحساب الشخصي، عشان انه احنا بنرفع دائما عليها يعني فيديوهات مختلفه وافكار مختلفه ان شاء الله. يعني بتمنى لكم السعاده والتوفيق، والسلام عليكم.